منبهة عليها ما تخشش عليها أوضة النوم، كفاية أنا سمحت لك تخش من الباب. يعني إيه يا أم شلبي؟ يعني هي قالت لي لو شفتك على الباب ما بفتحلكش، طب أنت عايز تخش لها أوضة النوم؟ يرضيك تقطعيشي؟ خش اديها خبر اني هنا. طيب حاضر انا هروح، بس اوعى تيجي ورايا، احسن لو شافتك في اوضه النوم هتجيب لك البوليس. معقول يا فيفي وصلت الدرجه دي؟ في ايه يا ام شلبي؟ سيب بيه بره. الله، ما قلتليش ليه ان انا نايمه؟ ده كان عاوز يخش لك اوضه النوم. يخش اوضه النوم كمان ليه؟ هي الحكايه بقت سايبه كده؟ ما انا قلت له لو دخلت لها اوضه النوم هتجيب لك البوليس، وانا فعلا كنت هعمل كده. طب يلا حبيبتي، يلا حبيبتي روحي له بره، بعدين تبص لقيه فوق راسك على طول. انا مش عارفه الجدع ده عايز مني ايه، ده بيخليني نيرفز خالص. معلش يا اختي، معلش معلش. ايوه يا سي سيف، عايز ايه؟ عايز انورك، عايز اقولك حقيقه الواد اللي واكل عقلك ومخليك كانك ما شفتيش رجاله في حياتك قبل كده. انا فعلا عمري ما شفت راجل زي عبده. افهمي افهمي بقى، انا ما حلتوش اللضا. وماله حتى لو هيقول لله يا محسنين؟ مش عوايدك يعني يا فيفي، ده انت بتحب الفلوس زي عينيكي. اللي حصل اللي حصل بقى. هو عايز منك ايه بالظبط؟ انا اللي عاوزه منه. وبعدين بقى يا ريت بقى تحل عن سمايا، لان انا لما بشوفك نفسي بيضيق بتخنق، فاهم؟ ويا ريت يا اخويا بقى تنسى تفرجت خالص ان انا ساكنه في البيت ده. طيب يا فيفي طيب. يا اختي ايه ده؟ سكة السلامة يا شربات. يا سعد يا كلام، في واحدة مستنيها حضرتك بره. واحدة؟ واحدة مين دي؟ فيفي أهلا وسهلا، اتفضلي. أنت فين يا عبد؟ تحب تشربي إيه؟ ايوه ايوه خدني بقى في دوكة. وحشاني قوي، بقالك يومين ما سألتش. يعني احب اسأل وانا رايق، وانت عارفه زنقت شغل. ولا مراتك مقفله عليك؟ مراتي ست في حالها. كنتش اعرف انك ملاوع. اعوذ بالله، ما تقوليش كده، انا طول عمري راجل دغري. بس انا اتخدعت فيك. تبقي فهمتيني غلط. أنا تعبانة يا عبد. مالك في الشر؟ طول الليل سهرانة بفكر فيك. ما عملتيش اللي أنا قلتلك عليه؟ اللي هو إيه؟ تصلي الفجر قبل ما تنام. بقول لك بحبك. الحال من بعضه. أمال إيه اللي منعك؟ عهدت مراتي إني ما أعرفش غيرها. أمال اللي عرفتيني؟ عشان حسيت إنك محتاجة لي، وقلت لازم اخليها تحس بالحب الحقيقي، الحب اللي يفضل مع الانسان لحد ما يموت. لو بتحبيني بجد اعملي اللي بقولك عليه. بموت فيك. انت لسه قاعده؟ دول طلبوكي في الشغل بيستعجلوكي. يتفرقوا، مش هروح. اقول لهم ايه؟ قولي لهم مش هشتغل. مالك يا حبيبتي، انت اتخانقتي معهم؟ زعلوكي يعني؟ مالك يا حبيبتي، انت عيانه؟ الله يهديك يا حبيبتي، الله يهديك. شوفي يا فيفي، احسن حاجه في الدنيا ان الواحد يصلي الفجر حاضر وبعدين ينام. انت انسانه جميله وروحك شفافة وطيبة، عشان كده كل الناس بيحبوك. تأكدي الناس بيحبوا الطيبين اللي ربنا بيحبهم.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز رحيم لتنذر قوما ذر آبائهم فهم غافلون صدق الله العظيم يا رحم الرحيمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم. لو بتحبيني بجد اعملي اللي بقولك عليه. بهية بهية اصحي يلا. الو. ايوه يا عبدو. لا ما تخافش انا صاحيه، هقوم اتوضى واصلي. ربنا يفتح عليكي ويتقبل منك. مع السلامه. اخرتها ايه يا عبدو؟ انت كده مش مراعي مشاعري خالص. ايه خير في ايه يا حبيبتي؟ احنا مش خلصنا بقى من الموضوع ده. موضوع ايه؟ يو موضوع سيف والرقاصة. ما خلاص ما بقتش رقاصة. يعني ايه؟ حكاية احكيها لك بعدين. انا بس خايفة من كلام الناس. شوف يا بهي، زمان ابويا الله يرحمه وقفت في طريقه واحدة قلعة من فيفي، فضل يحاول معاها واحدة واحدة لحد ما هداها لطريق الإيمان. لو كان عمل حساب لكلام الناس مش كان ساب الشيطان ينتصر عليه؟ قصدك يعني انها تابت على ايديك؟ استغفر الله ما تقوليش كده. تابت على ايديها ده ايه؟ انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. يلا يلا نتوضى عشان نصلي الفجر.